نضف كويس ربيه، مش عايز حد يقول ان انا بعمل وهي التلسقه. بقول لك ايه يا زينة، هو يعني ايه دي بسيطة خالص بس كده؟ يس، خد ربي ده كتاب فيه معلومات انت كل عايز تعرفها. يا نهار ابيض، ده لو اتقفشت بيها تبقى مصيبة. مش تخاف، ده كتاب ثقافي. ماما وبابا مالهمش في الثقافة. طب انت مش تعرف تخبيه؟ خبيه مع الشوكولاتة اللي بشتريها من وراه. ربي الكتاب ده تمنه $5، يبقى كده مش هعرف اشتري الشوكولاتة. ايه ده؟ دي ميس سلوى في التلفزيون؟ ايه ده؟ يعني هما كانوا بيضحكوا عليها لما كانوا بيقولوا لها تسجيل مش على الهوا؟ ان شاء الله في خلال ساعتين هتنعقد لجنة رسمية وهنبحث اذا كان ممكن نرفع درجات مادة الرسم من المجموع. ان شاء الله. يعني اذا كانت اللجنة بتعرف ترسم هيخلوا مادة الرسم جوه المجموعة، إذا كانت لجنة ما بتعرفش ترسم هيشيلوها من المجموعة. أنا بشكر حضرتك جدا على المعلومات المخيبة للآمال اللي حضرتك أتحفتنا بيها. سيداتي أنساتي، دلوقتي هنشوف معانا تليفون نقول ألو. ألو؟ أيوة يا ماما. ماما؟ ماما مين؟ أيوة أنا ربيع ابنك. عفوا سيداتي، عفوا يعني عفوا عفوا لسيداتكم يعني عفوا عفوا. ليه بس كده يا ماما؟ دول كانوا تلاتة عفوا من أول البرنامج، تقومي مخليهم ستة على آخر لحظة؟ نأسف سيداتي أنسة سيداتي لانقطاع الاتصال التليفوني. الخط ما انقطعش ولا حاجة، أنا لسه معاكي يا ماما، ما أنتي واخدة فكرة الحلقة مني. عارف لو ما سكتش بقى أنا هجيلك دلوقتي. عفوا سيداتي أنساتي سادتي، إن شاء الله نلتقي نلتقي في حلقة أخرى، وأحب أقول لكم كمان إن نتيجة الاستفتاء اتغيرت خالص 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 خلال الحلقة. سلامتك يا أستاذ محسن. يسلمك يا دكتور محمود. الله يسلمك. خير، بتشتكي من إيه؟ بشتكي من كل أمراض الدنيا. وتعبان يا دكتور، كله واجعني. الله يخرب بيت السجاير، جابت لك كافية؟ ما تعرفش إزاي بطلها يا دكتور؟ حضرتك انا دكتور امراض جلديه يعني. شوف حلقه وخلصنا دكتور، ما انا جلدي على عظمه قدامك. يا فعلا السجاير دي اكتر حاجه بتبقى مضره فعلا، تخسس الواحد، ولعلمك كمان اللي بيتضرر منها مش بس اللي بيشربها، لا اللي بيستنشق في الهواء اللي بيبقى فيه الدخان ده كمان هو كمان بيتضرر منها. ايه ده يا دكتور؟ ايه ده صحيح؟ ايه اللي جاب السجاير دي هنا؟ انت بتسالني انا يا دكتور؟ جيت لك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين خرمان اكتر مني. انا ما اعرفش ازاي دي. رايح فين؟ رايح فين بس؟ رايح فين؟ شوف على نفسك الاول، تعبان راح اجيب فلوسي من التمرك النصاب بتاعك اللي يقول لي في زيتا مستعجله، هطير واجيبها منه، هطير واجيبها منه، هطير واجيبها منه. انا مش هشرب سجاير تاني، مش هشرب سجاير تاني، دي أكتر حاجة مضرة. واحد يبقى غصب عنه يولع سيجارة في سيجارة، لكن لا، مش هسيب نفسي السجاير. هاتم اديني ولاية بتاعك عشان كبريت أنا خلص. إيه ده يا جين؟ أنت بتشرب سجاير؟ آدي، أنت كمان تشرب سيجاريت. إيه مين اللي قالك الكلام ده؟ أو بسيجارة عايمة على وش مية في تايلت. كمان عرفت العقب؟ ورميته بسرعة من شباك قبل ماما وداد يجي يشوفوه. اتفضلي يا ستي. أنا نفسي أفهم حاجة، أنت ليه تدخن في همام وأنت ناوي في أوضة لوحدك وربيه في مدرسة؟ أيوة بس مش عايزه لما يرجع يشم الريحة. أنت خايف يقول لداد؟ لا، خايف يقلدني. أنا عايز أفهم، أنتوا ليه تخافوا من سيجاريتس؟ كل واحد هور يعمل اللي هو عايزه. كل واحد هور يعمل اللي هو عايزه، ده في بلدكم هناك مش هنا، وبالذات مش في البيت ده. anyway تاني مرة تيجي تشرب سيجاريتس مش ترمي أوق بسيجارة في همام عشان يقوم على وش مية. تصدقي عندك حق يا جينا، مركزتش أنا في نظرية الطفو دي قبل كده. خير يا أستاذ فوزي، بتشتكي من إيه حضرتك؟
أنا كنت فاكر إن حضرتك يا دكتور هتعرف لوحدك. متهيألي إن شفت حضرتك قبل كده. شفت؟ خير؟ إيه شفت إيه؟ في إيه؟ هي دي مشكلتي يا دكتور. هي دي مشكلتي. كل ما حد يشوفني يقول لي شفتك فين قبل كده؟ لغاية ما جتني عقدة نفسية. لا بس إن شاء الله خير يعني، ما تقلقش حضرتك يعني، ده وضع طبيعي. في ناس الواحد بيحس كده معاهم إنه حضرتك على فكرة علبة السجاير دي مش بتاعتي، دي بتاعت مريض كان قبل حضرتك ونسيها يعني، أنا ما بدخنش حضرتك، هطبقها وارميها. إيه ده؟ وأنا أقول شفتك فين قبل كده؟ حضرتك اللي صورتك على علبة السجاير. أيوة أنا اللي صورتي على علبة السجاير بيخوفوا بيها المدخنين. عشان كده الناس بتقولك شافتك فين قبل كده. مع إني والله العظيم والله العظيم بطلت التدخين. بطلت التدخين؟ طب بطلته ازاي حضرتك؟ عشان عايز ابطل عشان ليا واحد صاحبي يعني بيدخن عايز يبطل، ما بدخنش يعني. بسيطة، أنا قلت أنا بمتنع عن الأكل والشرب والتدخين لمدة 14 ساعة في رمضان، فيها إيه لما جرب إن أنا أمتنع عن التدخين بس، وعملت كده، امتنعت عن التدخين من الفجر للمغرب بس طول السنة. ياه دي فكرة هايلة، إزاي أنا ما فكرتش فيها؟ قصدي صاحبي يعني اللي بيدخن، إزاي ما فكرش فيها؟ حاتم ابننا يا هانم بيشرب سجاير. استحالة استحالة ابني أنا يعمل كده. هو إيه الاستحالة؟ أنا دخلت الحمام بعديه لقيت الحمام معبق دخان كله. مش هكذبك، فعلا ممكن مناخيرك تبقى شمت ريحة دخان، بس ليه؟ لأن الحمام فيه شباك صغير، الشباك ده بيدخل منه دخان سجاير الجيران، عشان كده أنت شميت الريحة دي. إيه الخيال العلمي اللي أنت بتتكلمي فيه ده؟ أنت إيه بتدافع عنه ليه؟ بتخمسي معاه ولا إيه؟ لا يا حبيبي، لأني أنا مربياه ولأني كمان متابعاه ليل ونهار. ليل ونهار إزاي بقى؟ إذا كنت بالنهار بتبقى في المجلة وبالليل بتبقى في التلفزيون. طب ما أنت كمان مشغول ليل ونهار. أنا مشغول عشان راجل البيت، أنا اللي بصرف على البيت. وأنا ست البيت وبساعد راجل البيت اللي بيصرف على البيت. يعني إحنا هنفضل بقى في شغلنا وهنسيب حاتم في موضوع السجاير ده ولا إيه؟ أنا بأكد لك إن استحالة ابني يعمل كده أبداً، استحالة. يا أهلاً يا عم الأمور، ها؟ اتحفني يا سعداوي، جايب لي إيه في كيس الزبالة النهاردة؟ اتفضل يا أم حاتم. إيه ده؟ ربيع رجع يرمي سندوتشاته تاني في الزبالة؟ لا اطمني، من ساعة ما الست جينا بقت تعمل له السندوتشات بدالك بياكل صوابع وراه. أمال بيرمي إيه دلوقتي؟ إيه صح صحي بقى، قال لك يمه حاتم، يبقى المشكلة مع حاتم مش ربيع. الله ينور عليك يا دكتور، أول مرة أشوفك فايق عاد. يعني حاتم هو كمان بيرمي سندوتشاته في الزبالة؟ الكيس ده في عجب سجاير كان بيشربها على السلم بقاله سنتين وبيرميها وراكم في الزبالة. مش ممكن مش ممكن ابني يعمل كده ابدا. شو هو ده بقى يا هانم اللي انت بتراقبيه ليل ونهار؟ ايوه طبعا، وانا متاكده ان ابني مش ممكن يعمل كده. طب بالفرض الكلام ده صحيح، ايه اللي يخليك بقى تحوش له اعاب السجاير سنتين بحالهم؟ قلت امسك عليه زله اامن بها نفسي. ايه ده؟ انت كمان بلغت البوليس ولا ايه؟ لا دي المطافي، اصل عقب السجاره اللي رماه والع من شباك الحمام ولع بدرون العمر اللي جنبنا. بس الحمد لله الحمد لله انه مش بدرهم عمارتنا احنا. لا لا شقتك هناك. اما انا عارف طبعا يا بابا، ده انا جايلك مخصوص. جاي لي؟ يا سلام تتحزن. بابا انت ايه وشك مش حام كده ليه؟ كنت بساعد في الحريق اللي عملها ابنك. طول عمرك شهم يا بابا. ايوه وانت بقى ما فيش شهامه خالص، كنت فين وانا عمال اساعدهم وادور عليك؟ ما انا اصل اللي انت كنت بتساعدهم دول يا بابا يعني جيراني، وهيقعدوا بقى يقولوا لي ابنك ولعها ابنك شعللها. هم بقى دلوقتي في القسم وعاملين لك محضر. مش مهم المحضر يا بابا، اهم حاجه انا عايز اعرف بس من حضرتك يعني انت ازاي خلتني وانا صغير ابطل السجاير. يا الثانويه كانت شغلانه، حبستك في عشه الفراخ وقلت لك مش هطلعك، يا تبطل سجاير يا تبطل تكاكي. ايوه صح. ايوه افتكرت افتكرت، بس انا هجيب عشه فراخ دلوقتي احبس فيها حاتم ازاي يعني؟ يا ابني حاتم يا حبيبي بيعاني منكم، لازم تناقشه وتتفاهم معاه، بيطلع غلبه في السجاير من الضغوط اللي انت عاملها عليه انت وامه. اناقشه؟ اناقشه ازاي بس يا بابا؟ ماشي اناقشه.
اناقشه ازاي؟ جينا هات النزل لبابا. اوكي. اوكي ايه؟ انتي مش قلتيلي لما نبقى لوحدنا هتفكيلي شفرة الدش وتخلينا نتفرج على افلام العربي بتاعت الكبار؟ شوف ربي، فيلم زي ده لو دخلته في سينما انت تدفع فيه كام؟ يعني 30 جنيه. اوكي جيف مي 5 دولار. ينفع بالمصري؟ نو بروبلم. تدون ربي. اتفرج ربي. وطني السجاير كل انسان جديد من اول يمان ما سفين حبيب يدفع. ايه الاغاني البيئه اللي بتشغلها دي؟ انا بشغل اغاني بيئه؟ انت لصالح اللي هتقول لي دي اغنيه قذره دي اللي لا 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 ايه قله الادب دي؟ فيش، لازم تسمع اغاني راقيه. راقيه ازاي يعني؟ يعني مثلا الكل يجمع في الساحه شيك فيفت عمرو حاحه وحالتنا بلوت الراحه ولا 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 ايه؟ بر يا ناقصه هبل ولا ايه؟ بابا ماما قالت لي انك عايزني في حاجه مهمه. اه انا صراحه كنت عايزك يعني يا حاتم في موضوع مهم قوي وموضوع حساس يعني. اتفضل يا بابا قول. ما تخافش. ما اخافش؟ لا اخاف منك يعني ولا ايه؟ ما اصل انا شايفك متوتر شويه وعايز تقول حاجه فشايفك خايف. لا مش خايف، بس يعني بص يا حاتم، موضوع انك انت بتشرب سجاير بمناسبه الحريقه العماره كلها عرفت خلاص. وانا مش بتكلم معاك كأب يعني، انا بتكلم معاك كاني اخوك الكبير يا سيدي. حكايه السجاير دي بجد مضره جدا، يعني السجاير دي بتعمل بلاوي. انت لو تشوف الرئه وهي الاول من غير سجاير بيبقى لونها عامل ازاي، بيبقى لونها بينك كده، انت واخد بالك؟ مع السجاير بيبقى لونها يعني بينك، بيبقى غامق، بني محروق شويه، بني محروق. بالاضافه كمان ان السجاير دي ممكن بتنقل عدوات رهيبه، يعني ممكن انت تنقل عدوى لو انت بتولع سيجاره مثلا بتديها لحد بتولعها له تنقل له عدوى، او هو مثلا لو هو اللي بيولع سيجاره وبيديها لك فهو بينقل لك العدوى، يعني لو عنده انفلونزا مثلا او لو انت عطست في ايدك وبتسلم على حد مثلا فهو ممكن يجي ياكل. ف طب دي علاقتها بالسجاير بس؟ ما هي نفس الحكايه، نفس الفكره بتاعت السجاير، لان عشان كده يعني انا بنصحك ان انت تبطل السجاير. على فكره هي مش صعبه، مش صعبه خالص، هي قوه اراده. يعني انا بطلت وانا في سنك بالمناسبه، يعني كنت ابتديت اشرب سجاير وايه يعني المنظر، يعني ماشي بالسيجاره وحاطط العلبه كده هو مطلعها من الجيب بتاع القميص وبتاع. فيعني الحمد لله قدرت ابطلها بسهوله جدا وما رجعت لهاش تاني خالص يعني. الحمد لله يعني. ف دي السجاير بتاعت حضرتك والباقي علشان الباقي ايه اللي عشان هات الباقي، هات لنا الباقي عشاني وخد انت السيجاره. ما بشرب سجاير. ما بتشرب ايه؟ انا ما بشرب سجاير. وصلت لك رسالة حاتم. طبعا فرحانة فيا يعني. بالعكس، كنت هبقى فرحانة أكتر لو وصلت لك الرسالة من غير ما هو يقولها. قصدك إيه؟ قصدي إنه مش هيبطل سجاير غير لما أنت تبطلها الأول. بطلها إزاي بس يا سلوى؟ أنا بقالي 25 سنة بدخن، هاجي بين يوم وليلة كده بطلها؟ يا عم طيب ما تسأل اللي بطلوها بطلوها إزاي؟ فوزي. مين فوزي؟ عفريت العلبة. كان بيصوم عن السجاير من الفجر لغاية المغرب زي رمضان بالظبط. خلاص إن شاء الله من بكرة تبتدي تصوم. فعلا فكرة كويسة جدا، أنا هبتدي أنفذها بقى من دلوقتي. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ بتعمل إيه؟ بتسحر. يا سلام، ده إحنا في رمضان كنا بنتحايل عليك تتسحر ما بترضاش. هما بس 3 4 سجاير يسدوا معايا لغاية المغرب. 3 4 سجاير؟ مين؟ أنا حاتم يا ماما. حاتم خبي سجاير، خبي سجاير، خبي. ودي خبي، دي خبي، دي بسرعه خبيها فين؟ في الدرج في اي حته. لا 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 ايه ده؟ قعدت السرير. هش 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 دخان دخان هش دخان بسرعه. شش لا, لا بصي مش كده، لا مش كده مش كده. بصي هما مرتين يمين أيوة ومره شمال. لا لا ده
ايه بتشمشم كده ليه؟ بتكلمنا من مناخيرك ولا ايه؟ معلش بقى، اصل بابا كان بيضربني على رأس على فكره. انتوا كبرتوا على الكلام ده على فكره. عايز ايه؟ عايز ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ بص يا بابا، انا جاي اقول لك ان انا عايز اعمل زي عم فوزي بصراحه. هصوم عن السجاير من الفجر لحد المغرب عشان ابطلها. فوزي؟ اه. تعرفت الحكايه دي منين؟ من مسرح التمرجي. اسم الله عليك يا حبيبي، ربنا يكملك بعقلك. خلاص انت وبابا ان شاء الله تبتدوا صيام من بكره. بس انا مش بتسحر. لا ولا لا ولا ولا ايه؟ لا 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 ايه؟ بتتريق على ماما ولا ايه؟ طبعا لا طبعا. ايه ده؟ معقوله؟ بوليس جاي لمين دلوقتي؟ لا لا لا، دي مش سرينه بوليس، دي سرينه مطافي. مطافي؟ يبقى السيجاره اللي انت رميتها مولعه؟ ولعت الدنيا تحت. ايوه مش مشكله، ولعت الدنيا. ازاي المطافي اتغيرت كده؟ بقت بتيجي بسرعه جدا.